أغيثونا رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لافتة علقها سكان وأصحاب المحال التجارية في منطقة جاردين سيتي ومحيط السفارة الأمريكية على أحد الجدران الخرسانية التي لا زالت موجودة، على الرغم من أن هناك حكما قضائيا قد صدر من محكمة القضاء الإداري بضرورة إزالتها لما لها من أضرار عامة. جدل كبير قائم بين سكان وأصحاب المحال في المنطقة، حيث يشعر بعضهم بتوتر وقلق إزاء تلك الجدران. الخرسانات دي من ساعة موضوع السفارة الأمريكية، السفارة الأمريكية دي عاملة هنا مشكلة جامدة أوي للناس بصراحة في المنطقة، لأن يعني حاجة حصلت دي طبيعية، موضوع طبيعي يعني زي ما حصل في كل بلاد الدنيا. أنا حصل في إندونيسيا وفي غانا وفي نيجيريا، اللي هو في ضرب ومسيل بالدموع وبتاع مش عارف إيه، كان عملوا حوابيس كده، محدش بيعمل حوابيس كده. في المنطقة طبعا السكان متضررين، طبعا اللي عاوز يشتري طلب من سوق باب اللوق طبعا مش عارف يعدي، يضطر يلف من عابدين وينزل المنطقة تاني، برضه أصحاب المحلات نفس الشيء كده. بينما آخرون يشعرون بالأمن والأمان لوجودها. رأيي في الجدران ده، احنا دلوقتي عملية أمان، يعني دلوقتي الناس قاعدة في حالها وناس بتيجي من بره تقذف عليها طوب، هل ده منطق؟ ده صح؟ ده عقل يقول كده؟ بأي حق إن أنا مثلا أمسك طوب أحدفها على راجل زي ده؟ بأي حق؟ عشان إيه طيب؟ احنا زي ما بنقول بالحوار، لكن انت لو اخوك هنا مثلا او ابنك هنا يرضى ان انا امسك هو واحتفظ يرضى؟ فيما ادعت الجهات الامنيه ان المناخ العام للمنطقه يجبرهم على استمرار تواجد تلك الجدران لانها منطقه اشتباكات دائمه، وعلى الرغم من ذلك الا ان اطفال المدارس بات باستطاعتهم اللهو وتسلق تلك الجدران دون اي تدخل امني.